صرصور واد يا صرصور، انت يا واد انت قوم قوم فز. مين ست وجيده؟ نعم. من سكاتك دي ومن غير ما حد يحس بيك تتدلى على البلد اللي قبلينا، هتلاقي هناك سنترال تشوف اي واحد يطلب لك النمره اللي في الورقه دي، ده فيها تليفون ولدي مناع. عايزاني اكلمه؟ طب اقول له ايه؟ تقول له كل اللي حصل هنا، وتقول له ان ابوه وعمه ناويين يقتلوا نسمه بكره الصبح، يا يلحقها يا ما يلحقهاش، وقول له ان امك هتحاول تعطلهم، يا ريت يبدر. والله ألف خسارة في الموت يا ست نسمة. يلا يلا بسرعة، ربنا يسهل لك طريقك وتوصل بسرعة. حاضر. اطمن يا ست وجيدة، في واحد من عائلة عبادي عنده عربية بيوصل بها الناس، أروح أخده من بيته عشان يوصلني بسرعة. يا رب سلم يا رب. حسان نمت يا أخو؟ أنا كنت عارف إن حلقك صاحي، وكيف يجي لك النوم بعد اللي حصل لنا ده؟ يا ما حذرتك اخوي من دخلت والد البنداري علينا بيتنا وخلطته على ولدك مناع من وهم صغار. كيف يا نادي؟ كيف احمل بنتي وحدها الزمن؟ ما دام الغلطه غلطتي من الاول. يعني ايه بدك تسامحها اياك؟ لا، ودي تاجي دي؟ بدك الناس يقولوا يا كبير انك ترمخت على شرفك؟ احنا عنينا اتكسرت يا كبير، وما فيش اي حاجه ترد هبتنا دلوك الا قتل البت دي وغسل عارها. واحنا كنا فين لما فوتنا كل ده؟ مرتك وامها غفلوا عنها كيف؟ البت لما بتعشق بتستغفل اهلها حتى لو كانوا واقفين عليها زنهار. ليه؟ ليه يا بنتي يا حبيبتي تعملي فيها كده؟ بنتي فوتيني من امرين، كل واحد فيهم امر من التاني. اكتبك ويتحرق قلبي عليكي، ولا سامحك وعيش بعارك العمر كله؟ عارها يتغسل بدمها ودم اللي غواها. اسمع حسان، تعليك بقتل نسمة، وانا هقتل همام ولد الكلب ده حتى لو كان نايم في حضن عروسته. ما اقدرش يا ناجي، ما اقدرش يا ناجي، ما اقدرش اضرب قلبي بنتي بالسكينة، ما اقدرش. عذرك عذرك اخوي، انا هتكفل بالاتنين، هقتل نسمة وهمام، وقسما بالله العظيم ما هيعيش بعدها يوم واحد. ليه يا بنت اختي ليه؟ ليه تفوتي روحك للشيطان وتخلي الخراب يحل علينا؟ كتاب الله ما طال مني حاجه. شافوك يا بنتي عند العين وانت في حضنه. كتاب الله ما كنت في حضنه، كلهم كذابين، وكتاب الله يخلى كذابين. بس اللي يشوف بيشوف بعين الشيطان، والشيطان صور له. والله ابدا، ده الحاجة الوحيدة اللي مسها فيها كانت يدي، ساعتها قلبي كان هيكون. لكن عشقتيه يا بنت حسان واستغفلتينا كلنا. تحلل لنفسك يا عمي وتحرموا علي؟ انت نفسك عشقت خالتي قبل ما تتجوزها وهي حكت لي. واه، هتقلبي عليا يا بنت وجيدة؟ اقفل خشمك يا بنت. خالتك دي اشرف من الشرف، خالتك دي بنت عمي متربيه معاي، ما كانش فيه اللي يمنع جوازنا، وعشق الحلال ما يجيبش العار، مش من عيله غريبه وعدوتنا. يعني انا كل ذنبي اني صدقت ابوي لما قال لي انه هيخلي النجع كل عيله واحده. طولة لسانك وغباوتك وجلع اخوك فيك دول
هم اللي جابولك الكافية وجابولنا العار. لا يا عمي، أنا شريفة يا عمي، أنا شريفة وعفيفة وذنبي في ركبتكم. وهي البت الشريفة العفيفة تعمل اللي عملتيه برضك؟ ده مفيش بيت في النجع كله إلا وجايب سيرة فضيحتك، مفيش حاجة هتمحي العار ده إلا دمك. اقتلوني يا عمي، اقتلوني اقتلوني وخلصوني. قومي معايا عديلة، قومي دلوق، الصباح رباح والمكتوب مكتوب. قومي عديلة. قومي قومي. اسمع يا زرزور، قول لابوي مناع بيقول لك اياك تمس نسمه باماره الارض الجديده، وهات نسمه وقبلني عند محط القطر، انا هاخدها تعيش عندي. قول له ما حدش هيعرف انها عايشه عندي. الله ان شاء الله يقول قتلها، ما يهمنيش، المهم قبلني عند محط القطر الساعه 7. سلام. ايه التخلف ده؟ واد يا حصاوي ناعس مناع، لفين الهدوم دي؟ انجز. وانت رايح فين اتمنى؟ احنا عندنا شغل في المزرعة كتير. ملك الصالح، اي حد بكرة يسأل عليا في المزرعة قول له لسه ما عودش من بلاد برة. طب دي ومفهومة، بس مش قادر افهم زين، هو انت ابوك عايش ولا ابوك ميت؟ هو ده بس اللي ما قدرش تفهمه. هات الجزمة يا جزمة. أنا كان بدي بس أعرف عشان ما أقعش في الغلط. ولما بتسمع كلامي مش هتوقع في الغلط. قاضي حصاوي. نعم يا باشمهندس. إياك تنقل أي كلمة برا، فاهم؟ يمين بالله أقطع رقبتك. حاضر. سلام. سلام. والله من يوم ما اشتغلت معاك وأنا ما فاهم عنك أي حاجة. صعبان علي يا بوي، نسمة نسمة يا بوي هيقتلوها بسببي، وانا مش قادر ادافع عنها. يا ولد الكلاب ابكي ابكي عشان حرمة، امال كيف هتبقى كبير العيلة بعد ابوك؟ اصبر عادي، بحبها يا ابوي، ما اقدرش اعيش من غيرها. فز قوم قوم قدامي. ايه انت حاسس تضحك علينا الخلق ولا ايه؟ لازم يقولوا عليك مش راجل. هتموت بسببي، هتموت بسببي يا ابوي. تغور في 60 داهيه. الراجل الصح ما يتعلقش بحرمه، الحرمه هي اللي تتعلق بيه. هي اللي اتعلقت بيا، وانا اللي خليت بيا زي الجبال. ما تقولش جبال، ما فيش كبير عيلة يبقى جبال. امال اللي انا عملته مع نسمة ده
تسميه ايه يا بوي؟ تسميه ايه؟ اقول فرصة وجات لك. فرصة وجات لك عشان تثبت للنجع كله انك راجل. راجل بتاخد اللي انت عايزه من غير ما تتهز. اسمع يا ماما ولدي، الحريم تحب الراجل اللي قلبه ميت وتترمي تحت رجليه. بعد نسمه انا زهدت الحريم كلهم. وكيف ناوي تدخل على عروستك الاسبوع الجاي بنت عمك سعدون؟ ولا ناوي تقصر رقابينا وتفضحنا قدام الكل؟ انا شرطت ما تحددوش معاد الدخله الا ما تطمن على نسمه. الدخله حتتم في معادها. واسمع همام، قسما بالله العظيم اما دخلت على مرتك كيف في السبع لقتلك قبل ما تشيلني العار. ما تقلقش يا بوي، ما تقلقش، عيلة حسان يقوموا بالواجب. مش معقول يقتلوا نسمة ويفوتوني. يعملوا اللي يعملوه، يوروني هيعملوا ايه وانا فيهم من الدنيا. راجل راجل. اسمع يا همام ولدي، انت بقيت كبير، فوتك من الجلعة دي. أنا جلعتك كتير، أنا عارف. صدقني صدقني يا والد أبوي، هو ده الوقت المناسب علشان ما يبقاش في غيرنا في النجع. كأنك تمخولت يا سناري ولا إيه؟ أنا عقلي وزن بلدي كبير، واللي بقول لك عليه ده لو حصل العيلتين هيخلصوا على بعض، واللي هيعيش منهم هيبقى ضعيف، او ساعتها هيجوا يشتغلوا خدامين تحت رجلينا، وما يبقاش في النجع كله غير عيله واحده بس، هي عيله عبادي. ايوه بس عيله حسان عارفه ان احنا مع بنداري وهيضربوا فينا احنا التنين. سيب الحكايه دي علي انا، وهملنا ولع النار بس وقت الهمام. حياجوا البندريه ويطلبوا منك تقف معاهم ضد حسان، تقول لا ده طار شرف وملناش دخل بيه. اقوم انا اعرف حسان ان احنا ملناش دعوه بحد، ويدوروا الطحن في بعض ونخلص. ها قلت ايه يا كبير؟ اكتبي اكتبي يا بت اكتبي، اقفلي خشمك خالص. احب على قدك يا عمي، احب على قدك، ما تقتلنيش، سيبني اعيش واعيش قد ما تحت رجليكم كله قبل العمر كله والله العظيم، سيبني. اكتم يا بت، هيك اسمع لك صوت، اكتم. يعني ما تقتلني دلوقتي يا عمي؟ لا مش هزفر البيت بدمك. سيبني. البسي دي اوعاك يبان لك ضافر. يلا معاي قوم يا بت. والبس دي البس دي. حاضر حاضر. عطشان يا عم، رجلنا شوف زي الحضر. خديك تسممي تمشي جنبي ساكتة، كفاية عليك كده. يلا قدامي بنت قدامي. خلاص خلاص يا ناجي، ساعتها جت وما عايزش اتاخر. سامحني، حب على قدك تسامحني، انا خايفه عليك، خايفه عليك من عذاب ربنا. هتقول قتلتني ليه؟ انا شريفه وعفيفه، والله العظيم شريفه وعفيفه. هتقتلني عشان تسكت الناس يا بوي؟ خدها من قدامي، ما عايز حد يشوفكم، كفايه فضايح. احب على يدك، احب على يدك يا بابا. خدني خدني اشوف امي واخواتي. غوري غوري من قدامي، ربنا يسامحك. غوري هترتاحي، قومي معاي. طيب.
برحمتك يا رب، ارحمني برحمتك. دي اخرة رميتنا على واحد لا نعرف له اصل ولا فصل. بالراحة شوية يا علية، يمكن لا قدر الله جرى له حاجة. وبعدين الراجل لحد دلوقتي ما شفناش منه حاجة وحشة. طب وقهرة بنتنا دي نعمل فيها ايه؟ استر يا رب. همي يا بت. حاضر يا عمي. ما فصلي سايبه قلبي يوقف. مش قادره. شدي نفسك، هانت. كلها دقيقتين وهترتاح. قوم يا بت قومي. حاضر. نامي. تعالي تعالي. دامي دامي يا خاطي، دامي. اتقي الله. ما تقتلوش انت ليه يا راجل؟ ما تقتلوش ليه؟ تقتل طلاق يا حسن؟ تقتل طلاق؟ يا لهوي يا لهوي. يا بنتي خلاص خلاص اخذني. اقتلني اقتلني يا عم اقتلني. ترتاحي دلوقتي؟ قومي معاي. اللي جابه هنا منى. معايا الصهاج. انت مش هتقتلني. يقتل النسمة اللي بيتنفسها. جزمة. خبر ايه يا والد اخوي؟
احنا مش اتفقنا نتقابل هناك في المركز؟ لقيت نفسي قريب، قلت اوفر عليكم المشوار. طيب اختك معاك، خد بالك منها زين. وانت بت ايوه خد بالك من نفسك. يلا يا دكتور، مع السلامة يا ست نسمة. خلقاتك جبتها جوا في العربية. مع السلامة. مع السلامة. يلا ربنا يخليك لي يا اخوي. خلاص يا بت، هم وزاح هتقولي بيها مناحة. خلاص اقول لك ايه يا نسمة، اديك تركبي ورا وتدس راسك في الكنبة الورانية، ما عايز حد يشوفك من اهل النجع يقولوا ايه الراجل هرب بيته. لا انا هكور نفسي ورا. طيب حسبي تضيعي مدهوجي وتفتصي. يلا اركب يا ست المرحومة. عندك تلاجة صغيرة ورا فيها عصير وكل حاجة، واما نوصل هبقى اجيب لك فطار كمان يا ستي. شوية يا رجالة، الله عايزكم تطلعوا البضاعة كلها وتدخلوها الجبل، بعيس يفضل غير شوال واحد، شوال واحد اللي هنعين منه البضاعة. كله تمام يا عمي. خلي بالك منع يا ولدي، أنا شامم من جهة البندرية ريحة غدر وخيانة. خافش يا عمي، أنا مأمن نفسي. بغرضي ليها باب تاني في ظهر الجبل ما حدش عارفه واري، عامل حساب لأي خيانة. همام، أظن مناع عمل اللي عليه لغاية كده، ماليش لازم يعمل علينا كبير تاني. شوف يا عمي، لو ناوي تغدر بمناع يكون في علمك، أنا مش هكون معاك. إيه صاحبك أقرب لك من عمك أخبوك؟ أنا ما قلتش كده، بس إحنا تعاهدنا على الحلوة وعلى المرة، وانا قلت لك ان الخواجة عمل معايا اتفاق هيحطنا انا مطرحه. يبقى خير وبركه، بس من اول الزرعه الجديده. ما احنا متفقين من الزرعه اللي فاتت، وادينا صبرنا لغايه ما جه وقت الحساب الليله. شكلهم وهم ملمومين حوالين ديابك ده، كانهم بيدبروا الحاجه عفشه، او كانهم كمان عايزين يتخلصوا مننا. يا عمي حاجنا مضمون في النهايه، وبعدين انت قلقل ليه؟ كل أشياء والخواجة بني يجوا مع العربيات وكله حيبان في النهاية، ولأن قلبي حاسس إنه في اتفاق تم ما بين دياب وبين الخواجة. أيوه. بس هيروحوا فين؟ هيجي فوق راس اللي جابهم. النوع تعمل إيه عندك؟ سامح حس عربيات جاية من بعيد بس لسه ما شايفش حاجة. اللي بلهم بالبطارية اللي معاك، ادوهم إشارة تانية. وكيف تأمن الخواجة إن ما غدرش بيك كيف ما غدر بمناع؟ مناع هو اللي ابتدى بالغدر، الخواجة قال إنه كان عايز يسرقنا. شوف يا عمي، لو ثبت ان مناع خاين يبقى حلال الغدر بيه، العقل بيقول كده، لكن حرام نتهم الناس بالباطل. احب اعرفك يا مناع دلوقتي ان التهديد اللي انت بتحدده انت مش قده. يبقى ما تعرفش مين هو مناع حسان.
كله متحاوط برجالتي وبإشارة واحدة من يدي الرصاص حينزل فوق راسكم زي النطرة. مصدقك، بس نرجع بقى للمهم. السعر اللي انت طالبه ما ينفعنيش لأنه واقف عليا بالخسارة. خسارة ايه يا والد الخواجات؟ انت فاكرني مش عارف ببيع الطن بكام لمعلمين مصر؟ اوعى تفتكر انك هتلغيني ولا هتلعب من ورايا. لا، انا اللي ممكن الغيك لان انا اللي معلمك، وهعلم واحد تاني اجدع منك وبيسمع الكلام، مش كده يا دياب؟ تحت امرك يا خواجة، ومن دلوقك اعتبرني الراجل بتاعكم في نجع الجبل. سلمني المخدرات وانا سلمك الفلوس، وانت وزعها بقى براحتك، ان شاء الله تاخدها كلها لنفسك. يلا مناع، خد اهلك وناسك وعاود على نجع الجبل، وفلوسكم هتوصل لابوك كبيركم سي حسان. طب وكبيركم بنداري راضي عن اللي بيحصل ده؟ استنى بس يا عمي نتفاهم الاول. اسكت انت ولد اخوي. خلاص كفايه، بلاش تشمتوا فينا الاغراب. لما نعاود عن نجع نبغى نتحاسب، وعيلتك كلها هتدفع ثمن الخيانه يا دياب. يلا يا عمي امر رجالتك يعاودوا عن نجع. جهزوا نفسكم يا رجال نعاود عن نجع. معلش يا صاحبي ما تزعلش من عمي. وفر كلامك يا صاحبي واسمعني زين، الخواجه ده كذاب، ولما يدي لك الفلوس ابقى عدها بنفسك. سلام يا بندريه. يلا رجاله، يلا رجاله. برافو عليك يا دياب، طلعت راجل، بس كان لازم تقتله. لا يا خواجه ما اقدرش، دي وعره قوي، ده البلد تتقلب مجزره. حط الشوال هنا عرعر، اوعى سعدور، ده شوال عين يا خواجه، لاجل ما تعاين البضاعه وتفحصها بنفسك. شم وتسلطن احلى حشيشه. ما انا عارفها، ما انا اللي علمت حسان ومناع يعملوها بالشكل ده، وهعلمكم انتوا الاثنين، انتوا بقيتوا رجالتي. لا انا عارف كل حاجه، مش محتاج علم منك. ما تخربطش في الكلام مع الراجل اللي عاوز يكبرنا. تعجبني يا دياب، عايزك تقول للرجاله بقى يحملوا البضاعه في العربيه. عرعر حط الشوال ده في عربيه الخواجه، وانت يا سعدون قول للرجاله يجيبوا البضاعه من هناك. يلا. لا فيش حاجه هتتنقل غير لما استلم الفلوس واعدها بنفسي. كون في علمك يا خواجه، كل الرجاله اللي تشوفهم دول في طوع انا مش في طوع عمي. بسيطه يا جاكوب، هات له شوال يعد فيه الفلوس. قلبي مش مطمن يا وجيدة، حاسس ان فيه نصيبة هتحصل. ما تقولش كده، امال كفل الشر. مناع ولدي راجل وعقله زين وبيعرف يتصرف. وش يعمل التصريف مع الخيانة؟ مناع ولدي كرايح وهو متأكد من خيانة دياب. السلام عليكم. وعليكم السلام. خلاص يا كبير، وصلت الرئيس بن داري لحد باب بيته وسلمته المرات عقيلة. فت عايشونا زي ما قلت لك. فت ولقيت الحراسة 10 تنفار مفنجلين عنيهم، قلت لهم الكبير محرج عليكم كيف طول الليل. ربنا يستر يا رشيدة، ربنا يستر. يلا اعملوا لكم يا رجالة، عايزكم انتم ماشيين تطلعوا من طريق التبل فوق، عربياتهم ما تقدرش توصل لكم. أنا بقول نزودوا عدد الرجال اللي هيهجموا معانا. وأنا بقول لها يا عمي إحنا كفاية، بس ما حدش يضرب نار غير لما أقول له. خذوني معاكم يا أبوي أنا قادة وقدود. اسمع الكلام يا واد عمي، خواجة بني بقى خطر علينا كلنا، ولازم يموت هو ورجالته. أنت توقف مع الرجالة ورا التابة، وعاك تتحرك مهما سمعت من ضرب نار. وإحنا هنمشي منين يا ريس مناع؟ هنطلع من الفتحة التانية للمغارة من هناك، وحنفاجئهم نعمل لهم كمين قبل ما يكشفوا الملعوب. اتشاهدوا يا رجالة وتوكلوا على الله، ولازم تعرفوا انكم بتدافعوا عن قوتكم وقوت عيالكم. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين يا رجالة؟ جاهزين. اتوكلوا على الله. وراه يا رجالة. فلوس دي نقص 20,000 جنيه،
يا سيدي اعتبرهم ثمن الدروس اللي هتاخدها انت وعمك، خليهم يشهلوا التحميل بقى. دقايق يا خواجه وبضاعة تتحمل، ما تدقش عادي يا همام. يلا يا رجالة البندرية اركنوا سلاحكم وفي ظرف 10 دقايق اتحملوا العربيات بالبضاعة. يلا نروح نحمل الفلوس. هم يا رجالة معلش يا خواجة تزعلش من همام والد أخوي لسه صغير برضك. يلا رجال همو المجموعة دي تطلع من يمين الجبل هناك، المجموعة دي مع عم ناجي هتطلعوا من فوق وتلاقوني عند فتحة الجبل من الناحية الثانية. مجموعة الجمال عالتبة فوق، يلا رجالة والباقي يا جورايا. يلا عاد هم شوية هم يلا تلحلح يا بو اربط شالجين. ايه ده يا سلامة الشوف يا خواج. سلامة مناخيرك يا اخويا، دي حنة معجونة. انتوا عندكم عروسة ولا ايه؟ حنة؟ حنتين دي حنة صح يا رجالة. اكشف على باب الباع. ارمي سلاحك، ارمي سلاحك، ارمي سلاحك. اوعى حد يقرب من سلاح، وانت نادي على ابن اخوك يجيب الفلوس تاني. اصبر يا خواجة انا محروق اكتر منك، وانت حسان اضحك علينا. ادينا سلاح واحنا نحصلهم ونخلصوا عليهم. قول ابن اخوك يرجع تاني لا طاير نفوخك. طيب طيب هات الفلوس يا همام، هات الفلوس. مالك خواجة زلالك ايه؟ خد فلوسكم ايه؟ ما عايزينهاش. ارمي سلاحك واعمل زيهم، الا شويه جرابيع زيكم عايزين يضحكوا عليا. ارمي سلاحك بقولك. ارمي سلاحك يا همام لا يقتلني. يكون في عينك يا خواجه، احنا عيله كبيره وممكن نجيبك لو كنت في كل التعبان. جاكم علموا الادب جدع ده. يعلمني الادب كيف؟ وسع عملنا ولا نقتل. خلاص يا همام خلاص، عايزين مننا يا خواجه بفلوسكم خدتوها. انتوا كلكم اغبياء، وانت خيبت ظني فيك يا دياب. ده طمع مناع ارحم من الغباء بتاعتكم، وعشان كده لازم تموتوا كلكم. واول واحد بسرعة. صارت عن ناجي وما تخافش علينا. حاضر يا مناع يا ولدي ما تخافش اطمن، خلي بالك من نفسك انت. مناع خدني معاك يا مناع. اطلع ورايا يلا بسرعة.
يا همام؟ ده آخرة المعروف. أخص عليك بس لما أشوفك. ولما تشوفيني هتعملي إيه؟ طب أنا قدامك ها؟ أنا زمجانة منك. ليه؟ كيف تهملني الوقت ده كله لوحدي؟ ما تقلقيش، كل أهل الناجع مشغولين في الأرض وفي المحصول. اقعدي. طب لفيني؟ لفيني الهبابة السودة دي؟ أدي ساها مكانها قبل ما مناع يعاود. مناع؟ مناع خلاص مش هيعاود نجع من تاني. ليه؟ أخوي جرى له حاجة وليه؟ ما فوش حاجة، بس زي ما تقولك دي يعني ولف على العيشة الطرية، ما بقاش لادد عليه النجع ولا أهل النجع ولا عاد يسأل في أهل النجع كلهم. عشان كده احنا لازم أنا وانت نشوف مصيرنا لوحدينا. مالك يا همام؟ عمال تلف وتدور علي. أنا فكرت يا نسمة ولقيت إن إحنا ما قدمناش غير حل واحد. اللي هي إيه؟ نتجاوزه. كيف؟ أنا أقول لك كيف؟ كيف؟ شوف يا نسمة، أنا الليلة دي مش هسيبك غير لما تقولي ما فيش راجل غيرك في النجع يا همام. جرالك إيه يا همام؟ فيك إيه؟ قول يا نسمة. أقول إيه؟ مفيش راجل غيرك في النجع يا همام. مفيش راجل غيرك في النجع يا همام. بعد عني حمليني. حمليني. مفيش راجل. آخر مكالمة عملها مناع كانت في المنطقة دي، لكن لما تتبعنا الموبايل بتاعه لقيناه مع سواق عربية نقل في منطقة تانية خالص. آه يبقى أكيد رماه بعد ما خلص المكالمة. بس المكان اللي سيادتك أشرت إليه بيقول إن هو في طريقه لعزبته. علشان كده أنا بعتت قوة تحاصر المنطقة وتقبض على كل عيلته. يبقى لازم نلحقهم ونهربوه عن طريق الصحراء. ألو. إيه؟ بتقول إيه؟ البيوت كلها فاضية؟ والأرض ما فيهاش مخلوق؟ أمال فين تحرياتك يا حضرة الضابط؟ اسمع، خلي القوة كلها تعسكر هناك، وأنا هبعت لك إمدادات فورية. عاوز المنطقة بالكامل تتحاصر وتتفتش تفتيش دقيق. إيه الحكاية؟ هي عيلتي كلها هربت معاه ولا إيه؟ لو راحوا فين هجيبهم، يعني هجيبهم. ليه يا همام؟ عملت فيك إيه؟ عملت لك إيه؟ خلاص يا بت، هتعمل لنا حكاوة؟ أروح لأهلي كيف؟ تقول لهم إيه؟ لا تقولي ولا تعيدي. هتقعدي في بيتنا ولا في بيت الخواجات لغاية ما نشوف صرفة. وهل يسكتوا؟ كني معزة وتفشت. وأنا أعمل لك إيه يعني؟ أنت اللي جيتيني برجليكي من ورا أهلك ومن ورا ناسك، وما فيش لوم على راجل. يعني شهامتك ورجلتك معاي؟ طيب طيب يا همام، هنشوف اللوم على مين. انا هقول اني شفت اختك وهي بتسرق الدفتر وجيت وراها لحد هنا، وانت شفتني وتهجمت علي. شوف بقى اللي هيحصل لك انت وعيشك. هتعملي ايه؟ تعالي تعالي انا خلالك. تعالي هنا تضحيني ولا ايه؟ بعد عني بعد عني، مادام فضحتني يبقى هفضحك يا ناس. اقدمي اقدمي خشمي، مادام تفضحيني يبقى الخصم اللي تهون. تعالي اسكتي، قلت لك اسكتي اسكتي يا خلالك. بقول لك ايه؟ ولا كأنك شفت حاجة. لو نسألك لدهم كلمة واحدة انا اقطعهولك، فاهم ولا لا؟ تعال معاي تعال.
غبي يا همام غبي، كان لازم تتكلم معايا قبل ما تعمل عملة زي دي. اللي حصل يا خواجة، المهم دلوقتي احنا هنعمل ايه لما عيلة حسان تعرف؟ دي هتولع وهتخرب. غبي غبي، كل حاجة بتبوظها بالتهور بتاعك ده، ودلوقتي هم عندهم السلاح الجديد. سلاح ايه يا خواجة؟ سلاح ايه؟ احنا دلوقتي في المصيبة اللي حصلت. انتوا متأكدين انها ماتت ولا لسه فيها النفس؟ يعني ده خرجانة في دمنا. يبقى لازم تاخدوا واحد قلبه ميت يشوف اذا كان لسه فيها النفس يخلص عليها. روح يا شوقي، روح انت. مين قال لك ان قلبي ميت؟ ما تروح انت. بس انتوا الاثنين، ستيف خد شوقي هيوري لك المكان فين وانت عارف هتعمل ايه. وانت همام خلي الرجاله بتوعك يجهزوا بالسلاح. هالك يلا يا رجالة، دوروا عليها في كل حتة. بنتي فين يا ناش؟ هاتولي بنتي، هاتولي بنتي. اصبر يا وجيدة، لقيها راحت عليها نومة هني ولا هني؟ شاهين، لقيتوها ولا لسه؟ قلبنا الأرض من شرقها لغربها. وانت يا بكري؟ أنا وعصرنا وبالخير طرنا في طفلة جبل كله ما لقيناهاش. يمكن تكون راحت ناحية العين. إيه اللي هيوديها ناحية العين بس؟ في إيه؟ مالكم؟ اختك يا مناع زي ما انت شايف بتدور عليها ومش لاقينها في اي حته. مناع مناع يا ولدي، دور على اختك يا ولدي، مش عاوزها تغيبك دي. يوم انا جاي هربان والدنيا كلها بتطردني وما ادور على واحده تايهه. لا اله الا الله، وايه اللي جفطنا هنا؟ هي اللي صممت تاجي معانا. كيف اروح واختي ما عودتش يا مناع؟ رجاله بيدعبسوا عليها في كل مكان، وانا متاكد انهم هيلاقوها نايمه هنا ولا هنا. اه يا بنتي، يلا يما خد الحريم وروح دلوقتي واطمني، حنقلب الدنيا عليها ونلاقيها بامر الله. بكري روح شاهين، روح يلا يا بكري، خد الحريم وعاودوا دوروا عليها في كل مكان. اقول لك ايه يا عم؟ قول يا ولدي. يا بنتي، خواجة بني هنا، بني هنا ومعاه الخواجة بتاع الاصهار وخواجات كتير ومعاهم برضو حريم. رجعوا على هنا هربانين من الحكومة. طب وانت هربان من ايه؟ حبيت اخلص من خواجة ووقع بينه وبين الحكومة، لكن ابن الجزمة قدر يهرب ويكشف ورق للحكومة. وما لقاش فيه غير هنيه عشان يهرب، يا بجحتهم. جم لقدرهم إلا بأمر الله. تنساش يا ولد إنهم واقعين في حمى البندرية وهمام موالس معاهم. رح يوقف بيني وبينهم أطحن. فين يا شوقي؟ ربنا كانت هنيه، راحت فين؟ الدم أهو، مصيبة لا يكون لجيوها. يا بوي يا بوي يا غناع، خبره يا بوي. بنت بنت يا نسمة، بنت بنت نسمة نسمة، ايه اللي صابك؟ ايه اللي صابك يا بنتي؟ نسمة، مين اللي عمل فيك كده؟ يا ولد الكلام، اسمع اسمع فوق وكلميني. اسمع اسمع، رد علي يا بنتي، رد علي يا بنتي، بنتي ماتت يا مناع، بنتي ماتت يا مناع. خلاص يا امه، يا مار امر الله نفس. معلش اسمع ولا صوت. رد علي يا نسمه، رد علي يا بنتي. اجمع الرجاله والسلاح.
وأمن الحريم والعيال في البيوت. يمين بالله لا أنت في الكبلة. خلصت. خلي المشاة تدخل الجبل وتقابلنا المدرعات الناحية الثانية من الصحراء. في ريحة غريبة في الجو. شمتها أول ما وصلت، ما بقاش عندي شك واحد في المليون إن الجبل ده مزروع بالمخدرات. علشان كده لازم نكون حذرين في الهجوم بتاعنا. كده سد العميد، إحنا محتاجين دعم جوي. إدي أوامرك بالتحرك وأنا هتصرف. تمام يا فندم. مفيش صبر ولا كلام. البندرية رفضوا يسلمونا همام الخاين، رفضوا يسلمونا الخواجات، وعشان أكون بريء من دمهم قلت اللي هيدخل داره ويقفل بابه عليه هيتحرم دمه علينا. غير كده هو الجاني على روحه. شدوا حالكم يا رجالة، عايزكم يد واحدة وبإذن واحد أحد مش هتطلع عليهم سمس. جاهزين يا رجالة؟ جاهزين يا بدر. انت ورجالتك هتهاجم نواحي عيلة البندرية، وانت عم ناجي هتهاجم من عند العبايدة، ولو حد فيهم يفكر يضرب بيوتنا بالقنابل هيلاقي عم مغاوري ورجالته. وانت يا بكري معايا انا ورجالتي نلف من ورا الخواجات. يلا يا رجاله توكلوا على الله. التهور بتاعك ده هو اللي حطينا في الموقف اللي احنا فيه. لو كنا لمينا منهم السلاح ما كناش بقينا كده. لقيتني بسكاتك يا خواجه، انا مش ناقصك، كفايه هم اللي انا فيه. وبعدين ايش دراك مين اللي هيكسب في المعركه؟ مش يمكن انا ورايا عيله تاكل اللحمه نايه يا خواجه، واقل نفر فيهم اقل نفر يفديني بروحه، فاهم ولا لا؟ اضربوا خليهم يجربوا، احنا ننتقم بالقنابل. ممكن يقوم لنا، ممكن يخافوا ويعودوا بيوتهم. خد التوبة المهنتك الدار اول. دول بيرموا قنابل يا عم ناجي، بيرموا قنابل. الدار ورجالة ارجع وراهم، ارجع وراهم. قلنا فرود خدوا اضربوا التوبة. القنابل طلعت في شيء، اهجموا يا رجاله. القنابل زي عدمها شوقي. اضربوا يا رجاله قبل ما يهجموا علينا. يا شوقي يا شوقي يا شوقي انت يا بنت انت يا شوقي، خذ القنابل دي من بتوع زمان. اضرب يا رجاله، اضرب يا شوقي، اضرب خذوه. وقعوا زي الفروج، قتلناهم كلهم. فينك يا همام؟ تشوف عملنا فيهم ايه؟ ايه ده؟ ارمي سلاح الجراد، ارمي سلاح الجراد الكل. على ماي بالدرية يا كلام يا اولاد الكلام، قدامي هات. فين همام يا ولد الكل؟
في الحمام. انطق اركض ياد اركض في الحمام. كلم حمام في بيت الخواجات والبيت محمي ومحصن. لا مش هتقدر توصلوا له. خلاص روح بالكلب مناع ورجالته زمان وصل لهم بالوقت وهيقتلهم كلهم. لا يا ناجي عنموت كلنا. القنابل يا فراد جهيل خذ لك ساتر يا ولد. هنموت كلنا مع بعض. صرصور واد يا صرصور انت يا واد انت قوم قوم فز. مين ست وجدة؟ نعم. من سكاتك دي ومن غير ما حد يحس بيك تتدلع على البلد اللي قبلينا هتلاقي هناك سنترال تشوف اي واحد يطلب لك النمره اللي في الورقه دي ده فيها تليفون ولدي مناع. عايزاني اكلمه؟ طب اقول له ايه؟ تقول له كل اللي حصل هنا وتقول له ان ابوه وعمه ناويين يقتلوا نسمه بكره الصبح يا يلحقها يا ما يلحقهاش وقول له ان امك هتحاول تعطلهم يا ريت يبدر. والله الف خساره في الموت يا ست نسمه. يلا يلا بسرعه ربنا يسهل لك طريقك وتوصل بسرعه. حاضر اطمن يا ست وجيده في واحد من عائله عبادي عنده عربيه بيوصل بها الناس اروح اخده من بيته عشان يوصلني بسرعه. يا رب سلم يا رب. حسان نمت يا اخو؟ انا كنت عارف ان هلاقيك صاحي. وكيف يجي لك النوم بعد اللي حصل لنا ده؟ يا ما حذرتك اخوي من دخلت والد البنداري علينا بيتنا وخلطته على ولدك مناع من وهم صغار. كيف يا ناجي؟ كيف احمل بنتي وحدها الذنب؟ ما دام الغلطه غلطتي الاول. يعني ايه؟ بدك تسامحها اياك؟ لا ودي تاجي دي؟ بدك الناس يقولوا يا كبير انك ترمخت على شرفك؟ احنا عنينا اتكسرت يا كبير ومفيش اي حاجه ترد هبتنا دلوك الا قتل البت دي وغسل عارها. واحنا كنا فين لما فوتنا كل دي؟ مرتك وامها غفلوا عنها كيف؟ البت لما بتعشق بتستغفل اهلها حتى لو كانوا واقفين عليها زمهار. ليه؟ ليه يا بت يا حبيبتي تعمل فيها كده؟ بنت فوتيني من امرين كل واحد فيهم امر من التاني. اقتلك ويتحرق قلبي عليكي ولا سامحك وعيش بقهارك العمر كله؟ عارها يتغسل بدمها ودم اللي غواها. اسمع حسان تعليك بقتل نسمه وانا هقتل همام ولد الكلب ده حتى لو كان نايم في حضن عروسته. ما اقدرش يا ناجي ما اقدرش يا ناجي ما اقدرش اضرب قلب بنتي بالسكينة. ما اقدرش ما اقدرش. عذرك عذرك اخوي. انا هتكفل بالاثنين هقتل نسمه وهمام وقسما بالله العظيم ما هيعيش بعدها يوم واحد. ليه يا بنت اختي ليه تفوتي روحك للشيطان وتخلي الخراب يحل علينا؟ كتاب الله ما طال مني حاجه. شافوك يا بنتي عند العين وانتي في حضنه. كتاب الله ما كنت في حضنه كلهم كذابين وكتاب الله يخلى كذابين. بس اللي يشوف بيشوف بعين الشيطان والشيطان صور له. والله ابدا ده الحاجه الوحيده اللي مسها فيها كانت يدي ساعتها قلبي كان هيك. لكن عشقتي يا بنت حسان واستغفلتينا كله. بتحلل لنفسك يا عمي وتحرموا علي؟ انت نفسك عشقت خالتي قبل ما تتجوزها
وهي حكت لي. واه هتقلبي عليا بنت وجيده؟ اقفل خشمك يا بت. خالتك دي اشرف من الشرف. خالتك دي بنت عمي متربيه معاي. ما كانش فيه اللي يمنع جوازنا. وعشق الحلال ما يجيبش العار. مش من عيله غريبه وعدوتنا. يعني انا كل ذنبي اني صدقت ابوي لما قال لي انه هيخلي النجع كل عيله واحده. حطوله لسانك وغباوتك وجلع اخوك فيك دول هم اللي جابوا لك الكافيه وجابوا لنا العار. لا يا عمي، انا شريفه يا عمي، انا شريفه وعفيفه وذنبي في رقبتكم. وهي البت الشريفه العفيفه تعمل اللي عملتيه برضك؟ ده ما فيش بيت في النجع كله الا وجايب سيره فضيحتك. ما فيش حاجه هتمحي العار ده الا دمك. اقتلوني يا عمي، اقتلوني اقتلوني وخلصوني. قومي معايا عديله، قومي دلوقتي. الصباح رباح والمكتوب مكتوب. قومي عديله. هاي امي. اسمع يا زرزور، قول لابوي منع بيقول لك ايه يكتم السنسمه باماره الارض الجديده، وهات نسمه وجبنا عند محط القطر، انا هاخدها تعيش عندي. قول له محدش هيعرف انها عايشه عندي. الله ان شاء الله يقول قتلها، ما يهمنيش، المهم جابنا عند محط القطر الساعه 7. سلام. ايه التخلف ده؟ وادي حصاوي ناقص منا. لفين الهدوم دي؟ انجز. وانت رايح فين اتمنى؟ احنا عندنا شغل في المزرعه كتير. مالك الصالح، اي حد بكره يسال عليا في المزرعه قول له لسه ما عودش من البلاد بره. طب دي ومفهومه، بس مش قادر افهم زين، هو انت ابوك عايش ولا ابوك ميت؟ هو ده بس اللي ما قادرش تفهمه. هات الجزمه يا جزمه. أنا كان بدي بس أعرف عشان ما أقعش في الغلط. طول ما بتسمع كلامي مش هتوقع في الغلط. طب يا حصاوي. نعم يا باشمهندس. إياك تنقل أي كلمة برا، فاهم؟ يمين بالله أقطع رقبتك. حاضر. سلام. سلام. والله من يوم ما اشتغلت معاك وأنا ما فاهم عنك أي حاجة. صعبان عليا يا بوي. نسمة، نسمة يا بوي هيقتلوها بسببي. وانا مش قادر ادافع عنها. يا ولدي الكلام. تبكي تبكي عشان هما امال كيف هتبقى كبير العيلة بعد ابوك؟ اصبر عني، بحبها بحبها يا ابوي، ما اقدرش اعيش من غيرها. فش قوم قوم قدامي. ايه انت عايز تضحك علينا الخلق والليل؟ ايه عايزهم يقولوا عليك مش راجل؟
موت بسببي، هتموت بسببي يا بوي. تغور في 60 داهية. الراجل الصح ما يتعلقش بحرمة، الحرمة اللي تتعلق بيه هي اللي تعلقت بيه، وانا اللي خليت بيها زي الجبال. ما تقولش جبال، ما فيش كبير حيلة يبقى جبال. ما اللي انا عملته مع نسمة ده تسميه ايه يا بوي؟ تسميه ايه؟ اقول فرصة وجات لك، فرصة وجات لك عشان تثبت للنجع كله انك راجل، راجل بتاخد اللي انت عايزه من غير ما تهز. اسمع همامة يا ولدي، الحريم تحب الراجل اللي قلبه ميت وتترمي تحت رجليه. بعد نسمة انا زهدت الحريم كلهم. وكيف ناوي تدخل على عروستك الاسبوع الجاي بنت عمك سعدون؟ ولا ناوي تقصر رقابينا وتفضحنا قدام الكل؟ انا شرطت ما تحددوش ميعاد الدخله الا لما تطمن على نسمه. الدخله حتتمي في ميعادها. واسمع يا همام، قسما بالله العظيم اما دخلت على مرتك كيف في السبع لقتلك قبل ما تشيلني العار. ما تقلقش يا بوي، ما تقلقش، عيلة حسان يقوموا بالواجب. مش معقول يقتلوا نسمه ويفوتوني. يعملوا اللي يعملوه، يورونا هيعملوا ايه وانا فيهم من الدنيا. راجل راجل. اسمع يا همامة ولدي، انت بقيت كبير، فوتك من الجلعة ده. انا جلعتك كتير، انا عارف. صدقني صدقني يا ولد ابوي، هو ده الوقت المناسب علشان ما يبقاش في غيرنا في النجع. كانك تمخولت يا سناري ولا ايه؟ انا عقلي يوزن بلد يا كبير، واللي بقول لك عليه ده لو حصل العيلتين هيخلصوا على بعض، واللي هيعيش منهم هيبقى ضعيف، او ساعتها هيجوا يشتغلوا خدامين تحت رجلينا، وما يبقاش في النجع كله غير عيله واحده بس، هي عيله عبادي. ايوه بس عيله حسان عارفه ان احنا مع بنداري وهيضربوا فينا احنا التنين. سيب الحكاية دي علي أنا، وهملنا ولع النار بس وقت الهمام. حياجوا البندرية ويطلبوا منك تقف معهم ضد حسان، تقول لأ ده طار شرف وملناش دخل بيه. أقوم أنا أعرف حسان إن إحنا ملناش دعوة بحد، ويدوروا الطحن في بعض ونخلص. ها قلت إيه يا كبير؟ اكتب يا بت، اكتب، اقفلي خشمك خالص. احب على قدك يا عمي، احب على قدك، ما تكتبنيش، سيبني اعيش واعيش قدام ما تحت رجليكم كلكم العمر كله والله العظيم، سيبني. اكتب يا بت، هيك اسمع لك صوت، اكتب. ايش يعني بتكتبني دلوقتي يا عمي؟ لا مش هزفر البيت بدمك. سيبني جاي البس دي. اوعاك يبان لك ضافر. يلا معاي، قوم يا بت. حاضر. والبس دي، البس دي. حاضر حاضر. عطشان يا عمي، لكن اشوف زي الحطب. خدي تسممي، تمشي جنبي ساكتة، كفاية عليك كده. يلا قدامي يا بت، قدامي. خلاص خلاص يا ناجي، ساعتها جت وما عايزش اتاخر. سامحني، احب على قدك تسامحني. انا خايفه عليك، خايفه عليك من عذاب ربنا. هتقول لي قتلتني ليه؟ انا شايفه فوق عفيف والله العظيم، شريفة وعفيفة. هتقتلني عشان تسكت الناس يا بوي؟ خدها من قدامي، معيش حد يشوفكم. كفا
فيها فضايح. احب على يدك، احب على يدك يا بابا. فوتني فوتني اشوف امي واخواتي. غوري غوري من قدامي، ربنا يسامحك. غوري هترتاحي، قومي معاي. ارحمني برحمتك يا رب، ارحمني برحمتك. دي آخرة رميتنا على واحد لا نعرف له أصل ولا فصل. بالراحة شوية يا علية، يمكن لا قدر الله جرى له حاجة. وبعدين الراجل لحد دلوقت ما شفناش منه حاجة وحشة. طب وقهرت بنتنا دي نعمل فيها إيه؟ استر يا رب. هم يا بت. حاضر يا عمي. ما فصلي سايبة قلبي يوقف. مش قادرة. شد نفسك، هانت. كل هذا دقيقتين وهترتاح. قومي يا بت قومي. حاضر. نامي. تعالي تعالي. دامي دامي يا خاطي، دامي. Thank you.
يمسك ما تخافيش، انا اودعك تعيشي معايا الصهاج. انت مش هتقتلني؟ يقتل النسمه اللي بيتنفسها. لازمه خبر يا ولد اخوي، احنا مش اتفقنا نتقابل هناك في المركز؟ لقيت نفسي قريب قلت اوفر عليكم المشوار. طيب اختك معاك؟ خد بالك منها زين. وانت بت ايوه خد بالك من نفسك. يلا ادور زوار. مع السلامة يا ست نسمة، خلقاتك جبتها جوا في العربية. مع السلامة. مع السلامة. يلا ربنا يخليك لي يا اخوي. خلاص يا بنت هم ومزاح، هتقولي بيها مناحة. خلاص اقول لك ايه يا نسمة، ادك تركبي ورا وتدس راسك في الكنبة الغرانية، مع عيسى حد يشوفك من اهل النجع يقولوا ايه الراجل هرب بنته. لا انا هكور نفسي ورا. طيب حسبي تضيع مدهوجي وتفتصي. يلا اركب يا ست المرحومة. عندك تلاجة صغيرة ورا فيها عصير وكل حاجة، واما نوصل هبقى اجيب لك فطار كمان يا ستي. الهمة شوية يا رجالة. الله عايزكم تطلعوا البضاعة كلها وتدخلوها الجبل، بعيسه يفضل غير شوال واحد. شوال واحد اللي هنعين منه البضاعة. كله تمام يا عمي. خلي بالك مناع يا ولدي، انا شامي من جهة البندرية ريحة غدري وخيانة. خافش يا عمي، انا مأمن نفسي. بغرضي ليها باب تاني في ظهر الجبل ما حدش عارفه غيري، عامل حساب لأي خيانة. همام أظن مناع عمل اللي عليه لغاية كده، ماليش لازم يعمل علينا كبير تاني. شوف يا عمي، لو ناوي تغدر بمناع يكون في علمك أنا مش هكون معاك. إيه صاحبك أقرب لك من عمك أخبوك؟ أنا ما قلتش كده، بس إحنا تعاهدنا على الحلوة وعلى المرة. وانا قلت لك ان الخواجة عملي معايا اتفاق هيحطنا انا مطرحه. يبقى خير وبركة، بس من اول الزرعة الجديدة. ما احنا متفقين من الزرعة اللي فاتت، ودينا صبرنا لغاية ما جه وقت الحساب الليلة. شكلهم هم والمومين حوالين ديابك ده كأنهم بيدبروا الحاجة عفشة، او كأنهم كمان عايزين يتخلصوا مننا. اه يا عمي حاجنا مضمون في النهاية، وبعدين انت قلقل كل أشياء الخواجة بين يجوا مع العربيات وكله حيبان في النهاية. ولأن قلبي حاس إنه في اتفاق تم ما بين دياب وبين الخواجة. أيوه. بس هيروحوا فين؟ هيجي فوق راس اللي جابهم. النوع تعمل إيه عندك؟ سامع حس عربيات جاية من بعيد بس لسه ما شايفش حاجة. قلب لهم بالبطارية اللي معاك، ادوهم إشارة تانية. وكيف تآمن الخواجة إنه ما غدرش بيك كيف ما غدر بمناع؟ مناع هو اللي ابتدى بالغدر، الخواجة قال لي إنه كان عايز يسرقنا. شوف يا عمي، لو ثبت ان مناع خاين يبقى حلال الغدر بيه، العقل بيقول كده، لكن حرام يتهم الناس بالباطل. احب اعرفك يا مناع دلوقتي ان التهديد اللي انت بتهدده انت مش قده.
يبقى ما تعرفش مين هو مناع حسان. الجبل كله متحاوط برجالتي وبإشارة واحدة من يدي الرصاص حينزل فوق راسكم زي المطرة. نصدقك، بس نرجع بقى للمهم. السعر اللي انت طالبه ما ينفعنيش لانه واقف عليا بالخسارة. خسارة ايه يا والد الخواجات؟ انت فاكرني مش عارف ببيع الطن بكام لمعلمين مصر؟ اوعى تفتكر انك هتلغيني ولا هتلعب من ورايا. لا، انا اللي ممكن الغيك لان انا اللي معلمك، وهعلم واحد تاني اجدع منك وبيسمع الكلام، مش كده يا دياب؟ تحت امرك يا خواجه، ومن دلوقتي اعتبرني الراجل بتاعكم في نجع الجبل. سلمني المخدرات وانا سلمك الفلوس، وانت وزعها بقى براحتك، ان شاء الله تاخدها كلها لنفسك. يلا مناع، خد اهلك وناسك وعاود على نجع الجبل، وفلوسكم هتوصل لابوك كبيركم سي حسان. طب وكبيركم بنداري راضي عن اللي بيحصل ده؟ استنى بس يا عمي نتفاهم الاول. اسكت انت ولد اخوي. خلاص كفايه، بلاش تشمتوا فينا الاغراب. لما نعاود عن نرجع نبغى نتحاسب، وعيلتك كلها هتدفع ثمن الخيانه يا دياب. يلا يا عمي امر رجالتك يعاودوا عن نرجع. جهزوا نفسكم يا رجال نعاود عن نرجع. معلش يا صاحبي ما تزعلش من عمي. وفر كلامك يا صاحبي واسمعني زين، الخواجة ده كذاب، ولما يدي لك الفلوس ابقى عدها بنفسك. سلام يا بندرية. يلا رجالة يلا رجالة. برافو عليك يا دياب، طلعت راجل، بس كان لازم تقتله. لا يا خواجة ما اقدرش، دي وعرة قوي، ده البلد تتقلب مجزرة. حط الشوال هنا عرعر، اوعى يا سعدور. ده شوال عين يا خواجة، لاجل ما تعاين البضاعة وتفحصها بنفسك. شم وتسلطن احلى حشيشة. ما نعرفها، ما انا اللي علمت حسان ومناع يعملوها بالشكل ده، وهعلمكم انتوا الاثنين، انتوا بقيتوا رجالتي. لا انا عارف كل حاجة، مش محتاج علم منك. ما تخربطش في الكلام مع الراجل اللي عاوز يكبرنا. تعجبني يا دياب، عايزك تقول للرجالة بقى يحملوا البضاعة في العربية. عرعر حط الشوال ده في عربية الخواجة، وانت يا سعدون قول للرجالة يجيبوا البضاعة من هناك. يلا. لا فيش حاجة هتتنقل غير لما استلم الفلوس وعدها بنفسي. كون في علمك يا خواجة، كل الرجالة اللي انت تشوفهم دول في طوع انا مش في طوع عمي. بسيطة يا جاكوب، هات له شوال يعد فيه الفلوس. قلبي مش مطمن يا وجيدة، حاسس ان فيه نصيبة هتحصل. ما تقولش كده، امال كفل الشر. مناع ولدي راجل وعقله زين وبيعرف يتصرف. وش يعمل التصريف مع الخيانة؟ مناع ولدي كرايح وهو متأكد من خيانة دياب. السلام عليكم. وعليكم السلام. خلاص يا كبير، وصلت الرئيس بنداري لحد باب بيته وسلمته لمرته عقيلة. فت عشونا زي ما قلت لك. فت ولقيت الحراسة 10 تنفار مفنجلين عينيهم، قلت لهم الكبير محرج عليكم الكيف طول الليل. ربنا يستر يا وجيدة، ربنا يستر. يلا عمل لكم أمي يا رجالة، عايزكم انتوا ماشيين تطلعوا من طريق التبل فوق، عربياتهم ما تقدرش توصل لكم. أنا بقول نزودوا عدد الرجال اللي هيهجموا معانا. وأنا بقول لها يا عمي إحنا كفاية، بس ما حدش يضرب نار غير لما أقول له. خذوني معاكم يا أبوي أنا قده وقدود. اسمع الكلام يا واد عمي، خواجة بني بقى خطر علينا كلنا، ولازم يموت هو ورجالته. أنت توقف مع الرجالة ورا التابة، أوعاك تتحرك مهما سمعت من ضرب نار. وإحنا هنمشي منين يا ريس مناع؟ هنطلع من الفتحة التانية للمغارة من هناك، وحنفاجئهم نعمل لهم كمين قبل ما يكشفوا الملعوب. اتشاهدوا يا رجاله وتوكلوا على الله.
ولازم تعرفوا انكم بتدافعوا عن قوتكم وقوت عيالكم. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين. توكلوا على الله. وراه يا رجاله. فلوس دي نقص 20,000 جنيه. يا سيدي اعتبرهم تمن الدروس اللي هتاخدها انت وعمك. خليهم يشهلوا التحميل بقى. دقايق يا خواجه وبضاعه تتحمل. ما تدقش عادي يا همام. يلا يا رجاله البندريه اركنوا سلاحكم وفي ظرف 10 دقايق اتحملوا العربيات بالبضاعه. يلا نروح نحمل الفلوس. لما يا رجاله معلش يا خواجة تزعلش من همام والد أخوي لساه صغير برضك. يلا رجال همو. المجموعة دي تطلع من يمين الجبل هناك. المجموعة دي مع عم ناجي هتطلعوا من فوق وتلاقوني عند فتحة الجبل من الناحية الثانية. مجموعة الجمال هتتبع فوق. يلا رجالة والباقي يجوا ورايا. يلا عاد هم شوية هم. يلا تلحلح يا بو. اربط الشالجين. ايه ده يا سلامة الشوف يا خواج. سلامة مناخيرك يا اخويا. دي حنة معجونة. انتوا عندكم عروسة ولا ايه؟ حنة؟ حنتين دي حنا صح يا رجاله. اكشف على باب الباب. ارمي سلاحك. ارمي سلاحك. ارمي سلاحك. اوعى حد يقرب من السلاح. وانت نادي على ابن اخوك يجيب الفلوس تاني. اصبر يا خواجه انا محروق اكتر منك. وانت حسان اضحك علينا. ادينا سلاح واحنا نحصلهم ونخلص عليهم. قول ابن اخوك يرجع تاني الى طاير نافوخك. طيب طيب هات الفلوس يا همام. هات الفلوس. ايه مالك يا خواجه زلالك؟ ايه خذ فلوسكم. ايه ما عايزينهاش. ارمي سلاحك واعمل زيكم. الا شويه جرابيع زيكم عايزين يضحكوا عليا. ارمي سلاحك بقولك. ارمي سلاحك يا همام لا يقتلني. يكون في عينك يا خواجه. احنا عيله كبيره وممكن نجيبك لو كنت في كل التعبان. جاكم علموا الادب الجدع ده. يعلمني الادب كيف؟ وسع عملنا ولا نقتل. خلاص يا همام خلاص. عايزين مننا يا خواجه. ما فلوسكم خدتوها. انتوا كلكم اغبياء. وانت خيبت ظني فيك يا دياب. ده طمع مناع ارحم من الغباء بتاعتكم. وعشان كده لازم تموتوا كلكم. قول واحد. بسرعة. شوفوا انقتل ولا لا؟ الخواجه مني هرب وما خدش فار عمي يا مناع. لو كان هرب تبقى مصيبه. ده خطر علينا كلنا. لازم اقطع عليه الطريق باليمه الثانيه وخالص عليه. عم ناجي طهر المكان وقول الناس اللي اتصابت على ناجي وما تخافش علينا. حاضر يا مناع يا ولدي.
ما تخافش، اطمن، خلي بالك من نفسك انت. مناع خذني معاك يا مناع. اطلع ورايا يلا بسرعه. اكدي يا همام، ده اخره المعروف، اخص عليك بس لما اشوفك. ولما تشوفيني هتعملي ايه؟ طب انا قدامك. ها انا زمجانه منك. ليه؟ كيف تهملني الوقت ده كله لوحدي؟ ما تقلقيش، كل اهل الناجع مشغولين في الارض وفي المحصول. اقعدي. طب لفين لفين الهبابه السودا دي؟ هدي الساعه مكانها قبل ما مناع يعاود. مناع مناع خلاص مش هيعاود ناجع من تاني. ليه؟ اخوي جرى له حاجه ولا ليه؟ ما فوش حاجه، بس زي ما تقولك ده يعني ولف على العيشه الطريه، ما بقاش لادد عليه الناجع ولا اهل الناجع، ولا عاد يسال في اهل الناجع كلهم. عشان كده احنا لازم انا وانتي نشوف مصيرنا لوحدينا. مالك يا همام؟ عمال تلف وتدور علي. انا فكرت يا نسمه ولقيت ان احنا ما قدمناش غير حل واحد. اللي هي ايه؟ نتجاوزه. كيف؟ انا اقول لك كيف. كيف؟ شوف يا نسمه، انا الليله دي مش هسيبك غير لما تقولي مفيش راجل غيرك في النجع يا همام. جرالك ايه يا همام؟ فيك ايه؟ قول يا نسمه. اقول ايه؟ مفيش راجل غيرك في النجع يا همام. مفيش راجل غيرك في النجع يا همام. بعد عنك عمليني عمليني. مفيش راجل. اخر مكالمه عملها مناع كانت في المنطقه دي، لكن لما تتبعنا الموبايل بتاعه لقيناه مع سواق عربيه نقل في منطقه تانية خالص. اه يبقى اكيد رماه بعد ما خلص المكالمه. بس المكان اللي سيادتك اشرت اليه بيقول ان هو في طريقه لعزبته، علشان كده انا بعت قوه تحاصر المنطقه وتقبض على كل عيلته. يبقى لازم نلحقه قبل ما يهربوه عن طريق الصحراء. الو ايه بتقول؟ ايه البيوت كلها فاضيه والارض ما فيهاش مخلوق؟ أمال فين تحرياتك يا حضرة الضابط؟ اسمع، خلي القوة كلها تعسكر هناك، وأنا هبعت لك إمدادات فورية، عاوز المنطقة بالكامل تتحاصر وتتفتش تفتيش دقيق. إيه الحكاية؟ هي أنت كلها هربت معاه ولا إيه؟ لو راحوا فين هجيبهم، يعني هجيبهم. ليه يا همام؟ عملت فيك إيه؟ عملت لك إيه؟ خلاص يا بت، هتعمل لنا حكاوة؟ اروح لاهلي كيف؟ اقول لهم ايه؟ لا تقولي ولا تعيدي، هتقعدي في بيتنا ولا في بيت الخواجات لغايه ما نشوف صرفه. وعلي يسكتوا؟ كاني معزه وتفشت. وانا اعمل لك ايه يعني؟ انت اللي جيتيني برجليكي من ورا اهلك ومن ورا ناسك، وما فيش لوم على راجل. يعني شهامتك ورجلتك معاي؟ طيب طيب يا همام، هنشوف اللوم على مين. انا هقول اني شفت اختك وهي بتسرق الدفتر وجيت وراها لحد هنا، وانت شفتني وتهجمت علي. شوف بقى اللي هيحصل لك انت وعيشك. هتعمل ايه؟ تعالي تعالي انا خلالك. تعالي هنا هتفضحيني ولا ايه؟ بعد عني بعد عني، مدام فضحتني يبقى هفضحك يا ريس. اقدمي اقدمي خشمك، ما دمت تفضحيني يبقى الخصمين سهلا. تعالي اسكتي، قلت لك اسكتي اسكتي يا حلاله. وانا بلدي الوقت، وانا عملي
يا ريس همام فيه ميتي نسمة بالتحسن اللي عمل فيها كده. بقول لك ايه ولا كأنك شفت حاجة. لو نسألك لا تقول كلمة واحدة انا هقطعهولك فاهم ولا لا؟ تعال معاي تعال. غبي يا همام غبي، كان لازم تتكلم معايا قبل ما تعمل عملة زي دي. اللي حصل يا خواجة، المهم دلوقتي احنا هنعمل ايه لما عيلة حسان تعرف؟ دي هتولع او هتخرب. غبي غبي، كل حاجة بتبوظها بالتهور بتاعك ده، ودلوقتي هم عندهم السلاح الجديد. سلاح ايه يا خواجة؟ سلاح ايه؟ احنا دلوقتي في المصيبة اللي حصلت. انتوا متأكدين انها ماتت ولا لسه فيها النفس؟ يعني دي خرجانة في دمها. يبقى لازم تاخدوا واحد قلبه ميت يشوف اذا كان لسه فيها النفس يخلص عليه. روح يا شوقي، روح انت. مين قال لك ان قلبي ميت؟ ما تروح انت. بس انتوا الاثنين، ستيف خد شوقي هيوري لك المكان فين وانت عارف هتعمل ايه. وانت همام خلي الرجاله بتوعك يجهزوا بالسلاح. Thank you.
يلا يا رجالة دوروا عليها في كل حتة. بنتي فين يا ناش؟ هاتولي بنتي، هاتولي بنتي. اصبر يا وجيدة، تلاقيها راحت عليها نوم هنا ولا هنا. شاهين لقيتوها ولا لسه؟ قلبنا الارض من شرقها لغربها. وانت يا بكري؟ انا وعصرنا وبالخير طفنا الجبل كله ما لقيناهاش. يمكن تكون راحت ناحية العين. ايه اللي هيوديها ناحية العين بس؟ في ايه؟ مالكم؟ اختك يا مناع زي ما انت شايف بتدور عليها ومش لاقينها في اي حته. مناع مناع يا ولدي دور على اختك يا ولدي، مش عاوزها تغيبك دي. يما انا جاي هربان والدنيا كلها بتطردني وما ادور على واحده تايهه. لا اله الا الله، وين اللي جفطنا هنا؟ هي اللي صممت تاجي معانا. كيف اروح واختي ما عودتش يا مناع؟ رجاله بيدعبسوا عليها في كل مكان، وانا متاكد انهم هيلاقوها نايمه هنا ولا هنا. يا بنتي يلا يما خذ الحريم وروح دلوقتي واطمني، حنقلب الدنيا عليها ونلاقيها بامر الله. بكري روح شاهين، روح يلا يا بكري خذ الحريم وعاودوا دوروا عليها في كل مكان. قول يا ولدي. يا بنتي خواجه بني هنا، بني هنا ومعاه الخواجه بتاع الاصهار وخواجات كثير ومعاهم برضو حريم. رجعوا على هني هربانين من الحكومه. طب وانت هربان من ايه؟ حبيت اخلص من الخواجه ووقع بينه وبين الحكومة، لكن ابن الجزمة قدر يهرب ويكشف ورق للحكومة وما لقاش فيه غير هنيه عشان يهرب. يا بجحتهم جم لقدرهم إلى بأمر الله. تنساش يا ولد إنهم واقعين في حمى البندرية وهمام موالس معاهم. رح يوقف بيني وبينهم أطحن. فين يا شوقي؟ ربنا كانت هنيه، راحت فين؟ الدم اهو نصيب لا يكون لجيوها. يا بوي يا بوي يا غناع خبره يا بوي. بت بت يا نسمة، بت يا بوي، بت نسمة نسمة. ايه اللي صابك؟ ايه اللي صابك يا بنتي؟ نسمة مين اللي عمل فيك كده؟ يا ولد الكلام اسمع فوق وكلميني. اسمع رد علي يا بنتي، رد علي يا بنتي. بنتي ماتت يا مناع، بنتي ماتت يا مناع. خلاص يا أمه، يا مار أمر الله نفس ما عايش أسمع ولا صوت. رد علي يا نسمة، رد علي يا بنتي. اجمع الرجالة والسلاح وأمن الحريم والعيال في البيوت. يمين بالله لا انت في الكبلة خلصت. خلي المشاه تدخل الجبل وتقابلنا المدرعات الناحية الثانية من الصحراء. في ريحة غريبة في الجو شمتها أول ما وصلت، ما بقاش عندي شك واحد في المليون إن الجبل ده مزروع بالمخدرات. علشان كده لازم نكون حذرين في الهجوم بتاعنا. كده سد العميد، احنا محتاجين دعم قوي. ادي أوامرك بالتحرك وأنا هتصرف. تمام يا فندم. مفيش صبر ولا كلام. البندرية رفضوا يسلمونا همام الخاين، رفضوا يسلمونا الخواجات، وعشان أكون بريء من دمهم قلت اللي هيدخل داره ويقفل بابه عليه يتحرم دمه علينا. غير كده هو الجاني على روحه. شدوا حيلكم يا رجالة، عايزكم يد واحدة وبإذن واحد أحد مش هتطلع عليهم شمس. جاهزين يا رجالة؟ جاهزين يا بندر. انت ورجالتك هتهاجم من نواحي عيلة البندرية، وانت عم ناجي هتهاجم من عند العبايدة، ولو حد فيهم يفكر يضرب بيوتنا بالقنابل هيلاقي عم مغاوري ورجالته. وانت يا بكري معايا انا ورجالتي نلف من ورا الخواجات. يلا يا رجاله توكلوا على الله.
المتطور بتاعك ده هو اللي حطينا في الموقف اللي احنا فيه. لو كنا لمينا منهم السلاح ما كناش بقينا كده. لقتني بسكاتك يا خواجة، انا مش ناقصك، كفايه هم اللي انا فيه. وبعدين ايش دراك مين اللي هيكسب في المعركة؟ مش يمكن انا وراي عيلة تاكل اللحمة نايا يا خواجة، واقل نفر فيهم اقل نفر يفديني بروحه، فاهم ولا لا؟ اضربوا خليهم يقربوا، احنا ننتفهم بالقنابل. اديني قنبله يمكن يخافوا ويعودوا بيوتهم. خذ قوي المهندس الدار اول. دول بيرموا قنابل يا عم ناتر، بيرموا قنابل. اداروا رجاله، ارجع ورا اول، ارجع ورا. قلنا فروج خذوا اضربوا شوق. قنابل طلعت في شيء، اهجموا رجاله. قنابل سيعدمها شوقي. اضربوا الرجاله قبل ما يهجموا علينا. يا شوقي يا شوقي يا شوقي انت يا ما تنزل يا شوقي، خذ القنابل دي من بتوع زمان. اضرب يا رجاله، اضرب يا شوقي، اضرب خذوا. وقعوا زي الفروج، قتلناهم كلهم. فينك يا همام؟ تشوف عملنا فيهم ايه؟ ايديه ارمي سلاحك جاد، ارمي سلاحك جاد الكل. هرمي هرمي اقفل دري يا كلام يا اولاد الكلام. قدامي هات فين همام يا ولد الكل؟ فين همام؟ انطق ارقد يا واد ارقد. فين همام؟ كلم همام في بيت الخواجات، والبيت محمي ومحصن، لا مش هتقدر توصلوا له. يا خاصه بالكل مناعه ورجالته زمان وصل لهم بالوقت وهيقتلهم كلهم. لا يا ناجي، عنموت كلنا. القنابل يا فراد سهيل، خذ لك ساتر يا ولد، هنموت كلنا مع بعض.